السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سؤال آخر أيها الأحبة الكرام. سيدة تقول، شابة تقول: أنا فتاة غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟ أنا فتاة غير محجبة، هل يقبل الله صلاتي وصيامي؟ الجواب هو أن الزي الشرعي للمرأة المسلمة هذا أمر فرضه الله تعالى على بنات حواء. ربنا فرض على النساء أن يسترن أجسادهن سترا كاملا ما عدا الوجه والكفين، هذا هو التامت في القرآن العظيم وفي السنة النبوية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المطلوب أن المرأة أن تكون تلبس لباسا في احترام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء، وهي كانت صبية، فتاة صبية لكنها بلغت وظهرت عليها الحيض وعلامات النساء، فقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ومن ثم قال العلماء بأن الزي الشرعي للمرأة المسلمة الذي فرضه الله تعالى ينبغي أن يكون ساترا لكل جسمها ما عدا وجهها وكفها، وأيضا ينبغي أن لا يكشف شيئا ولا يصف ولا يشف. لكن السؤال هنا: المرأة التي هي تصلي وتصوم وتذكر ربها وقلبها طاهر لكنها لا تلتزم بهذا الزي، ما حكم الشريعة في ذلك؟ نقول بأن أمرها إلى الله تعالى، فهي محسنة بصلاتها وهي مأجورة بصيامها وهي محمودة بذكرها وعملها الصالح، هنيئا لها بهذه الأعمال. ربنا وفقها للصلاة وللصيام وللذكر والأعمال الصالح، فهي محسنة في كل هذا، لكنها مسيئة بتركها للحجاب الواجب عليها، هي مسيئة بهذا الجانب ومحسنة في الجانب الآخر، والأمر إلى ربها. مسألة القبول أو عدم القبول هذه لا دخل للفقهاء والعلماء فيها، هذا القبول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الفقهاء يتحدثون عن الصحة والفساد، هل هذا الأمر صحيح أم أنه فاسد أو غير صحيح. أما القبول فهذا أمر يختص به المولى عز وجل. وهذه فرصة للوصية لبناتنا وأخواتنا أنهن يتزين بهذا الزي الشرعي سواء التقليدي أو المعاصر، فتلبس ما تشاء بالألوان التي تريد وبالشكل الذي تتمناه، شرط أنه يكون لا يظهر إلا وجهها وكفيها. وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وجميع نساء المؤمنين، اللهم أمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.